السلام عليكم ياكم هاشم. اليوم عندنا تجربة لببجي موبايل على جهاز سامسونج جالكسي S21 الترا. طبعا هذا الجهاز شباب يجي اما بمعالج السناب دراجون او الاكسونس. فالجهاز اللي عندي هو الاكسونس 2100 مع معالج رسوميات هو المالجي 78 MB 14. فهنا عندنا الجهاز ايضا عليه شاشة من دايناميك امولد اكس 2 راح تدعم لك 120 فريم وايضا ال HDR 10 بلس وأكيد سطوحها يصل إلى 1500. هنا أنا طبعا الشاشة هي بدقة 2K وبطارية الجهاز هي 5000 ملي أمبير راح تدعم لك الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. فهاي أهم وصفات الجهاز اللي ذكرتها لكم، وإذا تريد أكثر أكيد تقدر تبحث في اليوتيوب أو في جوجل راح يعطونا كافة تفاصيل هذا الجهاز. هسه نجي لببجي موبايل، فهذا الجهاز اكيد راح يدعم لك فقط 60 فريم، ما راح يشغل لك 90 فريم من الجهاز عندي نسخة الاكسنس، واكيد هنا راح يشغل لك الجير سكوب بدون اي مشاكل، تقدر تلعب 60 فريم مع الجير سكوب. اما النسخة الثانية هي من عندها نسخة السناب دراجون فاكيد راح تدعم لك 90 فريم، لكن نسخة الاكسنس ما راح تدعم لك 90 فريم. هاي تجربتي لببجي موبايل على هذا الجهاز، ان شاء الله تستفادون من عنده ويعجبكم. خليكم بالفيديو وهاي عدادات الجهاز.